كل شيء الناس عندهم تليفون، ولكن أغلب ديالهم ما كيعرفش كيفاش يصور فيديوهات إشهارية غير بالتليفون ديالو. شوف ألخص عليكم كل شيء في هذا الفيديو كيفاش ننتقل من هذا المستوى. بالنسبة لهذه النقط اللي نقول لكم دابا، تبقوا على كل شيء، لا بالنسبة للفيديو لا بالنسبة للصورة. أول حاجة غتختار الزاوية اللي غتصور بها المنتج ديالك، حيت أغلبية ديال الناس كيجبدوا التليفون كيصوروا بالطريقة اللي هو مرتاح بها، ماشي الطريقة اللي خاص تصور بها البرودوي. فهمتوني دابا مزيان؟ داكشي علاش خاصك تصور من شي زاوية تكون زوينة المنتج اللي غتصور، مثلا تصوروا من الفوق، تقلب الكاميرا، دير شحال من حوايج اللي يخليو المنتج ديالك يبان بطريقة واعرة واحترافية. ثاني حاجة، خدم بالعدسة الزوم اللي كاينة في التليفون ديالك، وغيبان لك فرق كبير، حيت أغلب التليفونات دابا كتكون عندهم 3 كاميرات، وكل كاميرا كتعطيك تصويرة بشكل، وهذا الشيء غيساعدك دير لقطات احترافية. ثالث حاجة، ركز على الخلفية. أي منتج بغيتي ديرو خاصك تعرف أين الخلفية اللي غتجي معاه. مثلا إذا كان المنتوج ديالك زيت أرغان، خاصك دير خلفية باللون اللي غيجي مع زيت أرغان، وتزيد أرغان طبيعي في الخلفية باش يبين المكونات ديال المنتوج ديالك. رابع حاجة، الإضاءة. دابا ركز معايا، حيت أهم حاجة في الفيديو ديالك هي الإضاءة. داكشي علاش قبل ما دير الفيديو الإشهاري ديالك قد هو الأول الإضاءة، حيت واخا يكون كلشي هو هذا، إذا ما قديتيش الإضاءة ديالك كلشي ضربتيه بالصير. هادو هما أربعة النقاط اللي بغيت نشارك معكم. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الناس اللي غيستافدوا منه. كان معكم مصطفى براند، بيس.